ويا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة عالم السيارات اللي بنتابع من خلالها عدد من الأمور اللي لها علاقة بمجال السيارات وكمان الأنشطة المرتبطة بهذا العالم. فعلا اليوم في عالم السيارات مو بس سيارات، لا السالفة ما فيها هي حكاية يعني كيف نوظف عالم السيارات أو مجالات ثانية في تنشيط وتنمية مهارات ومدارك الشباب، وهذا اللي حاصل في فريق ساودي جيبرز، واللي اليوم حنتحدث مع رئيس الفريق المتواجد معنا صالح المالكي ونائب رئيس فريق ساودي جيبرز فهد سروجي. حياكم الله اليوم معنا، كيف اموركم؟ حياك الله، الله يسلمك. ان شاء الله طيبين. الله يسلمك، شرف. بدايه فهد راح ابداها معك، يا ريت تعرفنا اكثر عن فريق ساودي جيبرز وكمان ايش الهدف من انشاء هذا الفريق. طيب فريق ساودي جيبرز هو الفريق الاول نوع في المملكة العربية السعودية. طبعا الفريق حقنا مغطي جميع المملكة العربية السعودية، في فرق ثانية بس يعني في مدن معينة، لكن فريقنا يضم المملكة العربية السعودية. طبعا والفريق طبعا تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. طبعا نحن فريق من الهواة، يهمنا السلامة وطبعا وانهم الشباب يمارسوا هوايتهم بسياراتهم المعدلة طبعا بكل سلامة. ايش كان الهدف من انشاء هذا الفريق؟ الهدف من انشاء الفريق انه الشباب السلامه صراحه كانت تهمنا بشكل كبير، لانه احنا طبعا الشباب لما كانوا يطلعوا لوحدهم يمارسوا ممارسات خاطئه بتصير حوادث زي ما هو منتشر هذه الفتره. فنحن لا، نحن طبعا كفريق سعودي جيبرز طبعا في عندنا طبعا شباب يعني عندهم مهارات ومحترفين في هذا الشيء، بنوجه الشباب والشباب يعني يعني بيكونوا يعني بيسمعوا كلامنا في الامور هذه. خليني اسالك صالح، طيب في نفس السياق يعني لو في رساله كذا واضحه تبي توجهوها او متمسكين فيها عشان تستمروا في هذا المشروع، ايش هي الرساله وايش الطرق اللي بتستخدموها عشان توصلوا رساله الامن والسلامه تحديدا للشباب؟ which is انه ما هو شيء جديد ولا هو شيء غريب عليهم، وكل شيء كل الامور تقريبا امور السلامه عارفينها، لكن طريقة يعني خلينا نقول التمسك بأمور السلامة هذه شوية، وقاعد تقول لك عمي أبغى أنبسط أبغى أروح أبغى فلفة، هذه بتوقفهم عنها. ممتاز. أولا بسم الله، الرسالة عندنا نشر ثقافة البيئة والحفاظ على أهم الموارد فيها واستخدامها بالطريقة الصحيحة. طبعا إحنا عندنا بنطلع رحلات، قبل أنت تفرض السلامة على الشخص أنه يستخدم الأشياء هذه، في أحيانا مثلا بنطلع رحلات اوكي طفايات الحريق اقرب مثال اوكي مهم موجوده في السياره، لا قدر الله حصل حريق خلاص الواحد يفكها ويستخدمها على طول. ايوه لو ما عندنا طفايات حريق هنا الشخص حيجبر نفسه هو بنفسه يشتريها ويحطها في سيارته. بس خلينا نقول يعني هي الرسائل مقتصره على الفريق نفسه ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام على الاعضاء في الفريق كامل. طيب كيف بتوصلوا هذه النقاط؟ من خلال ايش؟ قبل الاضافه للفريق في عندنا شروط انه السياره تكون مجهزه كامل بالسلامه من ادوات السلامه كامله. حلو، هذا اجباري عشان يستخدموا ادوات السلامه عشان يشترك في الفريق. حلو، هذا اهم نقطه عندنا. طيب السلامه. حلو، نطلع رحله نكون ماخذين السلامه كامله الحمد لله. بنطلع وبنرجع هدفنا انه زي ما طلعنا زي ما رجعنا مبسوطين سليمين ما في اي. طيب بالنسبه للناس الخارجين كيف بتوصلوا لهم هذه الفكره؟ عن طريق وسائل السوشيال ميديا الحمد لله، يعني دائما احنا بننزل ارشادات ننزل نصائح انه هذه الطريقه خاطئه هذه الطريقه صحيحه نستخدمها هذه الطريقه خاطئه. يعني في اعتقادكم انتم كفريق كل ما زاد عددكم في السوشيال ميديا تبداوا انتم تقتحموا خلينا نقول اكونتات الناس وتوصلوا رساله عشان يعرفوا ايش اللي يحتاجوه ايش اللي محتاجوه. صحيح طبعا. حلو. طب كمان فهد ذكرت في البدايه ان الفريق هو الاول من نوعه على مستوى المملكه وكمان تحت مظله الاتحاد السعودي فلسيارات والدراجات الناريه، فنبغى نعرف لاي مدى ممكن يضيف هذا الامر للفريق، وهل هو هذا الشيء بيميزه عن باقي الفرق الموجوده عندنا بالسعوديه؟ طيب طبعا بالنسبة لانضمامنا تحت مظلة الاتحاد السعودي درجة النارية، في طبعا عندنا طبعا يعني يزيد لنا ثقل يعني صراحة وإننا نكون تحت مظلة رسمية. فلما يجينا شخص حاب ينضم معنا في الفريق، طيب يعني نحن ما راح نقبله على طول، لازم انه تمر يعني معلوماته كاملة عند الاتحاد السعودي. جميل جميل. نعم، يعني طبعا يهمنا يكون انه الشخص يعني ما عنده اي مشاكل يعني سواء مع اي جهه معينه من باب اولى. نعم. فخلاص اوكي، قدم اوراق الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي اثناء قبلوه، ونحن خلاص اوكي طبعا يكلموا اداره الفريق انه والله
الشخص ما في اي مشاكل بنقبله عندنا. يعني انه هذه هي بالنسبه لنا هذه هي الجهه الوحيده اللي نتاكد من العضو يعني وضعه في. والشيء الثاني في المشاركات طبعا في الفعاليات في الاعياد الوطنيه في المهرجانات طبعا لا عشان تشارك في الاشياء هذه لازم تكون عندك رخصه تابعه للاتحاد يعني تابعه للاتحاد السعودي. صحيح. ايوه. وهل هذه متعلقه باي شيء بالاماره او ما لها شغل؟ لا الاتحاد السعودي طبعا تحت مظله لوحدها. يعني انت تاخذ بس الموافقه من جهه واحده خلاص والباقي يكون بالضبط. نعم. اي لانه في ناس اوقات تعتقد انه يحتاج انه من كذا جهه عشان الامور تمشي بعض الجهات على حسب الفعاليه. نقدر نقول يعني بتكون لكم الاولويه في كل الفعاليات اللي بتكون موجوده. نعم. من بين الفرق الموجوده. صحيح. اذا كان مثلا الاتحاد السعودي عنده يعني فعاليه معينه بيكلم سعودي جي بس. هو الجهه الوحيده اللي هي الجهه الوحيده المخوله انه ايش يقدر يعني. حلو. طب صالح اسالك بعد امور السلامه اللي ذكرناها في البدايه وبعض يعني الاشتراطات اللي المفروض تتوفر في كل شخص عشان ينضم لفريق ساودي جيبرز، ايش في امور ثانيه بتركزوا عليها في خلال عمل الفريق؟ كتوزيع مهام مثلا. ممتاز. احنا اولا يعني بعطيك مثال بسيط على احدى رحلاتنا. قبل الرحله تقريبا بمده اسبوع في عندنا كم شخص يكونوا تنسيق الرحله. حيشوفوا المكان، طبيعة المكان مناسب انه احنا نعمل فيه الرحلة، اوكي خلاص يختار المكان. نرجع تحدد وقت الرحلة كده بعد اختيار المكان باسبوع، خلاص نوزع المهام. طبعا في ادارة للفريق، اوكي ادارة الفريق هذه عليها ترتيب وبين الاعضاء في توزيع المهام. يعني مثلا طالعين رحلة احنا عددنا 20 شخص مثلا، اوكي خلاص الجميع حيكون يشتغل بدون تعب واستمتع وانبسط. انه خلاص شخصين ثلاثه ماسكين مثلا الطبخ، شخصين ثلاثه ماسكين النظافه، بحيث انه تخرجوا من هذه الرحله بفائده انه بعد ما وزعتوا المهام الموجوده ايش ما كانت المهام توصل مرحله انه خلاص بعد كذا انتم يمديكم الرحله اللي بعدها تجهزوها بشكل اسهل واسرع. ممتاز. حتكون منظمه مرتبه انه الجميع اشتغل وانبسط في الرحله. صحيح. جدا. طب فهد بعرف كم عدد الاشخاص الموجودين حاليا في الفريق، وكمان بعرف شروط الانضمام للفريق. يعني انت قلت بعد ما يعدي على الاتحاد السعودي. صحيح. اكيد لكم شروط انضمام، فيا ريت تقول لنا هي. طبعا بعد ما يعدي طبعا اشتراطات الاتحاد السعودي. الفريق تقريبا 150 شخص على حال يعني 150 شخص. نعم. الان نعم. إيه. 150 تقريبا. طبعا من شروط انه يطلع معنا كذا رحله، نتعرف على الشخص، نتعرف كيف قيادته، هل يتقبل النصح والإرشاد يعني في اشياء السلامه. تعرف احنا عندنا احنا نروح ماكينه تختبروا اعصابه بالضبط. يعني صحيح. حلو. ايوه حلو. يعني في اشياء كثيره يعني ايش يعني نشوف الرجل. احنا بنشوف طبعا صور مع بعض واحنا قاعدين نتكلم عن نفس الموضوع. ايوه. هذه منطقه العلا في تبوك، المناطق الجميله. حلو. زي ما انت شايف المناطق هذه واعره، شايفه كيف، ومو اي احد يقدر يسوق فيها طبعا. فلازم يعني نختبر الشخص هذه مره واثنين وثلاثه، هل هو عنده قابليه انه يسمع نصائح من الناس اللي عندها خبره في الموضوع او لا. ان كان والله الشخص يعني شفنا فيه الاهليه المناسبه بالعكس بنرحبه انه ينضم معنا، طبعا بعد مشاوره في الاداره. انت تقصد انه ممكن يكون قائد ولكن في نفس الوقت ما يعصي اوامر القائد اللي اعلى منه عشان لا يصير في لخبطه في نفس الرحله. صحيح. احنا يهمنا سلامته، يعني يهمنا سلامه الشخص. ايوه. المنضم. طب مو لازم يكون عنده مهارات معينه في سواقه السياره؟ أكيد. يعني انتم بتطلعوا رحلات في نعم. مناطق نقدر نقول زي ما شفناها في بس جميله المناطق، فاتوقع لازم يكون متدرب على هذه السواقه. يعني صحيح. مو اي واحد طلع سيارة وساق في هذه المناطق. صحيح. خلاص. وهذه هي وهذا هو الهدف انه يطلع معنا طلعتين ثلاثة، نتعرف على الشخص، كان والله شخص متمكن، حتى لو كان الشخص ما هو متمكن حاب ينضم هو جديد، بس انه يسمح يعني يسمع مننا نصائح وارشادات. بالعكس احنا بنرحبه يعني بندعمه في الشيء هذا. هذا شيء جميل لانه قليل ما نلاقيه في الفرق، دائما يبغوا عدد فريق معين وينصاعوا لاوامر معينه، بس حلو انه عندكم المرونه في التعامل. صحيح. وفي نفس الوقت لسلامه الشخص نفسه. ايوه سلامه. أيوه. نعم. خليني اسالك صالح، بما انه شفنا بعض الصور وكانت جميله جدا، وكثير من الشباب والبنات السعوديين ما يعرفوا جماليات المملكه، فعلى الطاري ايش الاماكن اللي دائما تروحوها وتكون فيها خلينا نقول جماليات ما نتخيل او ما توقع كانك برا المملكه زي ما يقولوا مثلا؟ والله في الحمد لله كذا مكان رحنا. في زي المدائن صالح. مدائن صالح. ايه. في العلا. فيها مدائن صالح يعني طبيعتها صحراويه اكثر. صحيح.
جميلة جدا. ايوه هي صحراوية. صحراوية. طيب لا خلينا نتكلم على اللي فيها مثلا خضار وجداول وكذا واجواء جميلة. في الجنوب منطقة الجبل الابيض جبل ابراهيم في بني مالك بالتحديد. اللي الصور اللي الان معروضة في نفس المكان ما شاء الله هي لها موسم في السنة يعني مش طوال السنة لها موسم اي طبعا عشان يكون جو كويس. طب غير الجنوب وغير المدائن صالح طبعا الطبيعة الخضراء والخلابة في الجنوب دائما يعني في الجنوب أيوة. اما الصحراء كل ما طلعنا شمال كل ما طيب. كانت والأنشطة الصحراء. اللي شاركتوا فيها طيب والله في اهم ابرزها واهمها في احنا عندنا في كل رحلة أنشطة يعني مثلا احنا بنطلع رحلة عشان في وقت الرحلة مثلا جالسين نقطع يعني وقت الرحلة بيكون عندنا جلسة مثلا أمس إشعارية من بعض الشباب كرة طائرة كرة قدم بعض الأنشطة كده بعض الألعاب البسيطة يعني الحمد لله في كذا رحلة ما شاء الله من كثر الشباب اللي لديهم أنشطة صاروا كل واحد يتنافس ايش اللي يقول لنا شاب تبعه. حلو جميل ما شاء الله جميل. جميل. اكيد فريق سعودي جيبرز فهد السروجي نائب رئيس الفريق وكمان صالح المالكي رئيس الفريق شرفتونا اليوم ساعه شباب اكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا. صالح نتمنى لكم التوفيق دائما وفقكم الله. حنرجع لكم من جديد في ساعه شباب وكثير من الامور اللي نحتاج نعرفها في اخبار وسوالف تحديدا لما يكون في تحذيرات إلكترونية وأيضا أمور نجهلها وأوقات ننخدع فلازم نكون على علم وعلى على وعي كافي وغير بلاش خلي الخبر الثاني لا أحرقه عليكم بعد الفاصل في ساعة شباب راجعين.